حنا كاين عندنا اولاد ياكلوا الياقورت، الياقورت ما على باليش لقوه ازرق، راهم يقولوا لقيناه ازرق، واحد يقول لك لقينا فيه الدود. حنا شفنا لا دات لو 28، كي جينا نحكوا مع المدير واش راهو يقول. انا شخصيا جيت نحكي مع المدير واش قال لي، قلت له يا اخي يا استاذ يا سيدي، جيت نحكي مع هذيك هي النيه، واش قال لي؟ قال لي يروح يشك. دوك انا عندي ولاد خويا يقروا هنا، بس كنا نستنوا في الطفله دوك تروى على 11 و4 ما كانش حتى لا 12، بس جانا الخبر قال لنا بلي راهي في السبيطار. لا لحقنا للسبيطار لقيناه تسمم، قلت تسمم من الياورد، الياورد كما راهم يهضروا هما راهو في الفانتويت، انا ما شافتوش عيني، بس كما شافتوش عيني ما نقدرش نهضر. يقول لك هو الفانتويت بصح كيف فتحوه، انا شفته بعيني، دخلت للمطعم وحوزني المدير خرجني، دخلت لقيت فيها ما نقول لك بخوش ما فاهم وش هي الحاجه الزروقيه اللي راهي فيها. حنايا عندنا في جبناهم يقروا الصباح كما العاده، يقروا كلوا ولا ما على باليش انا اكزاكت وش هي المشكله. من بعد عندي وليدي مريض، جا كل مريض هكا شويه رجعته جبته انا لوحده، هزوا الحمايه قاموا بالواجب ادوه للسبيطار، سيبوه لي دركا اديته روح، قال لك خويا يديه يروح كي تصرى به حاجه ديه للسبيطار. تالي هو نورمال ما راهو لاباس. وحالات التسمم تراوح عددها 45 طفلا، وحولوا الى المستشفى مستشفى مرصط لهوام الاستشفائيه ببلديه مرصط، والحالات الخطيره غير متواجده، وهذا ناتج عن ماده الياورت التي وضعها الموزع في المدرسة، وهي غير صالحة لتناولها، ولهذا نناشد السلطات العليا بأن تكون الرقابة تجديد الرقابة والرقابة الصارمة لكي لا نقع في هذه المعضلة.